السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟
عاتي واحد المنظر اللي هو زوين. وهنايا عاودت هادوك هنايا شي دايرين بحال فلوكه، بحال فلوكه ديال الخشب، حتى هادوك كيجريو في الماء يعني تاع ديال الماء، وكيطلع بكم واحد الطلعه اللي هي عاليه بزاف، وعاود كيولي يهبط، كيهبط بواحد السرعه والماء كيطير عليك يعني كيرميو عليك الماء. حتى هادي زينه، حتى هادي ركبنا فيها. هما ديك الفلوكات اللي راهم يبانو ليكم، راه الناس كيركبوا فيها وكتمشى في الماء، تضرب بيكم دورة وتطلع واحد الطلعة اللي هي عالية، وتعاود تهبط بواحد السرعة اللي هي السرعة اللي هي كبيرة بزاف. وهادو هاد العود هذا كيتصوروا معاه، هذا تركبوا عليه وتصوروا. وهاد الشي كلش البنات داخل في التيكي. هذا الكلون كما كتشوفوا، وكاين بزاف الالعاب ديال الاطفال الصغار، كاينين الريستورات، كاينين القهاوي، كاينين ديك كلشي موجود. المهم البنات هذا الجزء الاول، و غدا ولا بعدو غادي نحط لكم الجزء الثاني ان شاء الله. هذه هي اللعبه اللي خطيره، انا شخصيا بعد ما نقدرش نطلع فيها وما نقدرش نديرها. كما كتشوفوا راه عالي عالي بزاف بزاف، كتطلعوا فيه وكيهبط بكم واحد، تهبط في خطره وحده بواحد السرعه اللي ما تصوروهاش البنات. مهم حديو معايا هو راه هبط كما كتشوفوا، وراه عالي بزاف بزاف الصراحه. كما كتشوفوا هو العلو ديالو، راني كنت من تكونوا تحت يعني هاد الصومعه هادي تاعيا وما تشوفوا فيه ما يبان لكمش الحد ديالو كما كتشوفوا. صراحه كيخوف من تكونوا تما. المهم البنات كنظن اننا وصلنا لنهايه الفيديو، نتلاقى في شي فيديو اخر ان شاء الله، ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وشكرا لكم بزاف بزاف، ومع السلامه.